أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، ها قد أسدل الستار على الدوري الإنجليزي الممتاز. وزي ما احنا متعودين مع بعض، ما ينفعش أي أحداث مهمة زي كده تعدي من غير ما نعلق عليها. اعمل لايك للفيديو واذكر الله في التعليقات، ويلا بينا نبدأ الحلقة. تعال نبص للدوري الإنجليزي من منظور مختلف شوية. حاول تكمل معايا الفيديو ده للآخر علشان هتستفيد. انتهى الدوري الإنجليزي وكلنا كنا متابعين الجولة الأخيرة، جولة حسم الدوري الإنجليزي. ربح فيه من ربح وهو نادي مانشستر سيتي، وخسر فيه من خسر وهو نادي ليفربول. نادي ليفربول خسر المنافسة على الدوري على نقطة واحدة بس، وده يخلينا نتأمل ونبص للموضوع ده بمنظور مختلف شوية، ونحاول نستفيد من الواقعة اللي حصلت دي. طب هنستفيد منها ازاي؟ تعال اقول لك ازاي. احنا هنحاول مع بعض دلوقتي نطبق او نشبه الدوري الانجليزي بحياتنا اللي احنا عايشينها، بمعنى اننا هنتخيل ان سباق الدوري ده هو حياتنا، او هو الحياة الدنيا اللي احنا عايشينها. والجولة الاخيرة في الموسم اللي كلنا تابعناها وكان فيها إثارة كبيرة جدا، نشبه الجولة دي بأنها يوم الحساب أو يوم القيامة إن شاء الله. هل يا ترى أنت عاوز تكون زي فريق مانشستر سيتي وتكون من المنتصرين ومن الفائزين، ولا لا قدر الله تكون من الخاسرين زي لعيبة نادي ليفربول؟ كلنا تابعنا أجواء الاحتفال في ملعب الاتحاد والفرحة العارمة بين اللاعبين والجماهير والمدرب، وتابعنا برضو على الجانب الآخر في الأنفيلد رغم فوز فريق ليفربول، لكنه لم يشفع له لأنه كان محتاج نقطة واحدة بس. وخليك مركز في كلمة نقطة واحدة بس. عاوز تبقى فرحان في اليوم ده، ولا عاوز تطلع وشك في الأرض زي لعيبة ليفربول ما كانوا طالعين في الملعب رغم أنهم كانوا فايزين في المباراة دي؟ وعايزك تتخيل المجتمع اللي انت عايش فيه هو الفرقة اللي انت بتلعب فيها. وتعال نبص على فريق نادي ليفربول واللعيبة كلهم خسرانين الدوري، لكن في واحد بس هو اللي كسبان، وهو نجم مصر محمد صلاح. تخيل محمد صلاح رغم ان فريقه خسران وكل اللعيبة زعلانين، الا انه فايز، ومش بجائزة واحدة بس، لا ده فايز بجائزتين. وده يخليك تبص لحياتك وتبص لمجتمعك وتبص لشلتك ولأهلك ولجيرانك ولعيلتك وزمايلك في الشغل. ما تقولش كل اصحابي ما بيصلوش، ما تقولش كل اصحابي ما بيصوموش، ما تقوليش كل اصحابي مش محجبات، ما تقوليش كل اصحابي بيلبسوا لبس ضيق. كل واحد هيتحاسب على نفسه بس، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. عاوز بقى تبقى طالع في اليوم ده وشك في الارض ومكسوف قدام الجماهير كلها، ولا طالع بتحتفل وبترفع الجايزة وبتقول ها قوموا اقرأوا كتابية، ها قوموا اقرأوا كتابية، تعالوا اتفرجوا على الحاجات الحلوة اللي انا عملتها؟ عاوز تبقى انهي واحد فيهم؟ عاوز تبقى نجم فرقتك وتبقى الهداف ورغم ان الفرقه كلها خسرانه الا ان انت وحدك بس اللي كسبان؟ ما تقوليش دي لسه العمر. تفضل البنت محافظه على عفتها وعلى حجابها وعلى حشمتها طول عمرها، وتيجي في اليوم ده تكشف شعرها وتكشف اجزاء من جسمها وتقول لك دي لسه العمر. طب انت ضمنت تروحي من ليله العمر دي؟ شفنا كلنا حوادث مأساوية بتحصل لعرسان بيموتوا يوم فرحهم. هل يا ترى العروسة دي ماتت على طاعة ولا ماتت على معصية؟ ما كل واحد هيبعث يوم القيامة على ما مات عليه. للأسف في مباريات كرة القدم كلنا بنبقى عارفين الماتش هينتهي امتى، 90 دقيقة، وكمان الحكم بيدي وقت بدل ضايع. تخيل انت بقى في الماتش بتاعك في حياتك مش عارف الماتش بتاعك هيخلص امتى، هيخلص وانت خسران، هيخلص وانت كسبان، الله أعلم. تخيل ان كل بلاء بيحصل لك دي إصابة بتحصل ليك. فريق ليفربول خسر ماتشين من أهم الماتشات اللي كانت هتديله الفوز، وكان ممكن ماتش منهم يديله الثلاث نقط اللي كان محتاجهم علشان يفوز في النهاية، لكنه خسر. تخيل كل ذنب بتعمله هو ماتش انت بتخسره في حياتك. شوف انت خسرت كام ماتش. تخيل ان ذنب او اتنين يكونوا سبب في ابعادك عن الجنة وحرمانك منها بانك تعمل كبيرة من الكبائر لا قدر الله. هل
هتعمل زي مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا وتصلح من اخطائك، وحتى لو خسرت ماتش او خسرت اتنين او تعادلت ماتش او تعادلت ماتشين، هتحسن من ادائك في المباريات اللي جايه، في السنين اللي جايه والشهور اللي جايه؟ عدى منك كام رمضان؟ هل كسبت ولا خسرت؟ هل في السنين اللي جايه هتفوز ولا هتخسر؟ لازم تقرر من دلوقتي، لازم تبقى عارف هتعمل ايه في باقي المباريات اللي جايه، ولازم في كل ماتش وكل اختبار تدخله تطلع منه كسبان، لان زي ما قلت لك في مباريات كره القدم كلنا بنبقى عارفين الوقت هينتهي امتى والحكم بيدي وقت بدل ضايع، لكن في الماتش اللي انت بتلعبه كل يوم وكل شهر وكل سنه بتعدي من عمرك، الله اعلم الماتش هينتهي في انهي وقت. انت كأب وانت كأم، انتوا المدربين لأولادكم، هل عايز في النهاية تكون فرحان بأن فرقتك اللي هم أولادك والناس اللي انت مسؤول عنهم يكونوا فايزين وتكون انت فرحان فرحة بيب جوارديولا، ولا رغم انك تعبت ودربت واجتهدت لكنك لن تؤدي ما عليك كاملا وأولادك أو فرقتك بمعنى آخر يكونوا خسرانين؟ لازم من دلوقتي تقف مع نفسك وتحاسب نفسك، هل في النهاية هكون أنا فايز بالدوري اللي موجود في حياتي، ولا هخسر الدوري علشان نقطة، علشان حسنة؟ أنت صاحب القرار. أتمنى تكون رسالتي وصلت، وأشوفكم على خير. سلام.